حديث عمر رضي الله عنه وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد إنما أداة حصر وقصر إنما أنا عبد أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ عبد خبر فيه مشكلة هنا أن الحصر هنا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد فكأنه هو الوحيد الذي هو عبد ومن سواه ليس بعبد هذا مقتضى الحصر ليس كذلك بلى هذا مقتضى الحصر إنما أنا عبد ففهم أن ما عداه ليس بعبد وهذا لا يمكن نقول إن القصر هنا قصر إضافي لا حقيقي القصر الإضافي هو أن يقصر المقصور على المقصور عليه باعتبار الإضافة والنسبة كما لو قلت إنما زيد مسافر أهو المسافر الوحيد لا فكذلك هنا إنما أنا عبد كما في قوله تعالى إنما أنت نذير فالقصر هنا قصر إضافي نسبي